خلي على قاعد تكتب شعرك احسن. الحمد لله احنا شبابنا وخصوصا هاي الهيئه انا برايي حتى خطيب يعني سيدنا سيد حسين يريد يروح بمحاضرة نظري بعد خلي يقلل المحاضرة اللي يجي هنا يقرأ. يعني شبابنا مع ذلك الحمد لله رباهم الرضا تربية وصلوا ما يراد بالدمعة. حس انتم مش قد سمعتوا تسمعون من العرفاء ومن الماتة ومن الباقين. مش قد عدكم سعد الله على الواتساب وعلى تجي لكم العارف الفلاني قدس سره قال يا ريتني قضيت أزيد بزيارة عاشوراء وذاك اللي قال لي يا ريت بالمجلس هاي يعني كله سمعت بهذن القضايا ومثل ما قلت لك ذيك السبوع ذاك السبوع قلت لهم سيد جاسم لما الله يحفظه من بحالة المرض ودال الحسين ذاك السلام وقال روح قل للسيد جاسي إذا صعد المنبر خلي يقرأ لي طلعت على خي يدور عليه شليش ما وصى على فلان آية وفلان تفسير يعني أولادنا هسه إن شاء الله وصلوا لهاي النقطة. أنا ترى أنصح روحي أول ويا ريت أنا كنا أكذها أنا لو أكذها وأصل معناها مو أقول إن ما أنطيها للأولاد لو ما أقل لهم حصلت أنا بالحصلت خوف أقل بحصل يعني إذا أريد لليقين فأت من اليقين من عندي باليقين فأت من عندي إذا أعرف لليقين ويصير عندي يقين بعد كون ما عندي شيء غير أن أتاني هاي الجمعة إذا ليلة الاثنين عدنا لو جمعة الياية أضل عيني تبرى ليلة الجمعة أسا سوي الذنب ما سوي الذنب الحسين أكرم من هاي ولا أصطبي بعد منا ورايح أجي حتى باشر أمنا على الحسين صلوات الله عليه وبالله يتم الطمئت عندي كذا ولو بي حاسب ايش قدس هناك روى لكم ان واحد اذا يريد يروح الأئمة اذا وصل القسم الضلع يريد يقسم عليهم بالضلع يقول يوقف الأئمة يكسر قلبهم اذا واحد يريد يحلف والله ما عندي جرعة اوقف قبال الرضا واقل للي عليك بكسر ضلع امك اعطيني كذا حاجة ما عندي جرعة جرعة مو ما عندي ما عندي جرعة كسر قلبه هسا انتم ان شاء الله تعديتوا هاي فاتت الولد بس احنا اللي عرفناها وعرفنا النتيجة اشمالنا بعد نتيجة وحصلتوها اشمالكم ما ادري والله انا ذاك اللي ما يحضر ليش انت قاعد تيجي لك على الواتساب فلان مرجع فلان عارف يقول يا ليتني قضيت بزيارة عاشوراء والعلم من عندك يا مولاي تبين بس المجلس احنا كنا صغار وهذا الحديث ما كنا سامع من الملالي عمر 13-14 وسمعته يقول زين العابدين يجي لواحد ويصير بين الشيعة يعني قال له مولاي صدق احنا كنا بالجنة قال له ايه كان انت شاك قال له لا مولاي ماني شاك قال له كلكم في الجنة بس تسابقوا على الدرجات شنين الدرجات قال له منكم من يرى ابي وهو جنبه أكو بيكم من قد ما حضروا مجالس وحصلوا ويقعدون يم أبوي يقول له يقعد يم أبوي وهو جنبه يريد يقول يا أولي حسين يقول له آمن ومنكم من يرى أبي وهو أمامه إقبالة يعني وبعد ذاك اللي سبع ما نقول على قضية المجالس وهذا بس ذاك قال ومنكم من يرى أبي ببعد شمس
بالجنة بس بعد الشمس على الحسين. بذاك الوقت عمرنا 13-14 ما جتنا من لقاسم إلا ذاك الوقت يلا جرينا بيها وثاني كل شيء لحسين أشيد من المدينة وأحدي بالدمعة. أنا سيدة لا تدري أنت إذا قعدت على هاي العتبة أكتب. الحمد لله كملت إن شاء الله باكر الطيل والليل الطيل الروادي كمل لسه كلمة حتى لو تنقري على المنبر بس هاي لا أظن كلمة تول. أشد من المدينة وأحدي بالدمعة الدمعة واتعنى لكم كل ليلة الجمعة. يعني بتتعدنا تعوفنا احنا قال اعلنها الربعك اعلنها الربعك الزهراء تمر على الشيعة يومية يومية تمر على الشيعة بس ترى الخدام ثلاث مرات تمر عليها. اكظم درب الضغن يا اثر اللي طلعت بي زين درب الضغن اللي مشيت بي زين أكض درب الضغين واتخطى بجدامي وأنوح ودق وبر الصار جدامي وضلعي اللجيم ويجنايلا وصل بس البيت ابو فاضل آلامي واشوف قبال عين يجسادكم صرعة اصل كربلاء اصل كربلاء. اي القصيدة قاعد اقراها بغماس وهذول المتعلمين صاحب المجلس متعلم تربوي على قولتنا ليسانس مرتامج واثنين هم بقاموا شبرورش بالتربية يشتغلون. وقلت لهم هالليلة ليلة الجمعة والزهرة سهناء بالمجلس أنا رح أقرأ لكم هاي القصيدة من باب الدعاء إذا عنده تقول بقلبي الحرمة. أنا قلت أبو باقر يقول تحضر شلون تحضر الزهرة احنا رحنا نص الليل هي شافت الرؤية ان زهرة قاعدة بالعتاب وجونا اول الصبح كان يقول سويت بينا بعد ما نقدر نطبق دار. قلت لهم كانتم شاكين؟ قال ابو باقر ملموسة لكم؟ قلت له والله احنا نقرأ مرتاحين. انا احكي لك الصدق ولا تصور هاي الكلمات مني احنا قاعنا هيسي يدلتنا. انا اليوم اقول لجماعة لهم حمرة ازيد تربيتها من قاعها من مجالسها ماكو اليوم معلم علم اضافة على اكبارنا وبيوتنا وبيت السيد وبيت الخاقاني وبيت هذا اني بمكانتهم. بس ترى هي قضية ملا قاسم وسيد سالم وسيد حسين وملا حسن وهاي ترى هاي مو مالت أستاذ وقايل له بابا نانداد ماكو هيجي هاي اختيار الحسين مو اختيارنا. إي أوصل كربلاء ويعلى صدى نوحي وصيح حسين يا يما يا مذبوح. ويطلب ملا حسن من الولادة لا تقرأ لهم آخر وكيد خليهم فد واحد كل واحد خلنا نص دقيقة دقيقة قل له غمض عيونك وروح بذاك الوادي
هو ينتقل ما عليك بي، بس قل له غمض عيونك وياي في الدقيقة نص دقيقة بعد اللي غمض أكثر أكثر أحسن. أنصى الكربلاء ويعلى صدى نوحي وصيح حسين يا يما يا مذبوح أنا أمك الزهرة يا بعد روحي جيت عليك أنصب ما تمي وانغى بدموعي بدموعي يا يما جيت ارش قبرك. جماعة قربة ورا الموت قربة هنا كل أحد يشد لك هم يشد لك. والله يا جماعة أنا قاعد يدفنون بالميت وهذا اللي يحكي هيك وذاك اللي مدحه بالسماعة وهاي أنا كنت هاي نقطة قايل سيد حسين بها كل ما يصير ميت هستم حطوا بالكم هذا اللي يبكي هذا الكذا هذا اللي يتندم هذا يقول خوش آدمي هذا اللي يقول خوش خذ هناك إذا نزلوا بالقبر بس ينزلونه بالقبر ويشرجونه بس يسكفون اللحن منقطع انقطعت بعد من الدنيا ينقطع من الدنيا شوف الحكي وبضحكة يدور له جوك يدور له لطيفة ويبرد الصواب الوحدة الوحدة ليش هذا يقول لي أبو باقر هم قطوا اللحيد وأنا شفت واحد يجاني قلت له أنت إيها قال أنا علي يقول بيتي باللحن كلش ظريف كلش ظريف يقول قال لي أنا علي يقول هذا ضيق القبر اللي يسولفون بيه شفته مقدار كبيرة قال لي لا تخاف أنا هنا لا تخاف قال أبو باقر شفتها كلها والله ملا قاسم أنا أمشي على كفة الخروف أنا كون أقول للأولاد بهالحكاية طالع من باب أهلي الساعة بالهدى عش مطمعش وجاي على بيتنا الواحد يجقارتي بيدي وأصور يعني أشوف الزهرة واقفة على الصراط مو أيام فاطمية لو شي فد مرة وانتبهت الزهراء واقفة على الصراط يقولون الصراط للمذنب يصير بضعف شعره شعبرك على شعره تمشي والشيعة أمير المؤمنين يقول هذا يعرب يصير على من جسر يعني مشي بعمل خمض ومشي زين وهناك واقفين هذا اللي يقول وين يقول أنا بهذا المكان وأنا قاعد يمشي وحقك عبر الجسر هذا الإقبال الحسينية وتذكرتها مولاتي كل من يكبرون جدامة تقول له شو تريد منه تقول له مثلا هذا مذنب كذا تقول له عبره أنا دافع بكانها أنا دافع كروته خلي يعبر وحقك الله شاهد علي وحق هذا المنبر يعني اسمع صوته إلا أنا نطيت أنا دافع كروته مذول تريد أراويك الكروة أي عيني هذا كسر ضلعي أي صوابات أراويك أنا كل أي دفعته كروته مدافعته أنا بدموعي يوم جيت ارج قبره اولاتي احنا دخيل شعر بعباتك يا كون وشم تربتك يا ابني وحف نحره بعد اي ولا اليمه ولا ولي على الغفا ونام بمهد صدره عبد الله الرضي ولا اللي على الغفا ونام بمهد صدرك وعلق بالزياره الكل ولد شمعه
يم رجليك يا هو يم رجليك علي الأكبر يم رجليك أقعد واجذب الونة الونة للأكبر علي وجسام المجنة وآخذ دمعتي وللنهر أتعنى الوفاي الوعد وجفوف المقطع ذكرت سيد محسن الحكيم قدس سره يقولون شاف أم البنين بين الحرمين يقول تزور الحسين وإذا طلعت من الحسين وراحت صوب العباس يقول تشيل روحها فوق 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 وترشق روحها على القاع على القاع على القاع يقول من ترشق بس اشوف العباية بعد ايش تنطش قلت له ويقول اسمعها تقول كفو ابو فاضل كفو بيضت وجهي شلون تروح تزوره قال تزوره كله طق الشي روحه فوق وطق على القاع انفا انفا يما واخذ دمعتي وللنهار أتعنى الوفاي الوعد وجفوف المقطع أنا هذا الباب أريد أوصل لهذا البيت ملا حسن أقل عباس يا ابني جيت لمزارة أول تأخذ لي زيارة حالة حالك مثلي مثلك أول الزور أبو فاضل أقل عباس يا ابني جيت لمزارك اقعد وبعبات يمسح غبارك شو تسوي بالعباية تاني امسح غبارك واقوم انكتها يا وليدي على زوارك على زوارك وخلي به بجودك دائم مشرع سيد هاي لو مكانها أنا وصلت لهذا البيت وإحنا عدنا مريض وأنا وإنت انتعني كن إن شاء الله بهذا المكان بعد نخلي لنا مجلس ونفرح بيه نفرح نفرحتنا بالدمعة بيمن أبيمن خلي سيد سالم خلي سيد حسن سيد حسين يا هو بالله أحد من لقاسم هالخدام يا هو بالله أنا أخو أشرف لي واحد من الولد هنا عالق اللي على شمال على وجهي أقول لي يا أبا عبد الله خلي واحد من ذولا يروح بيمن قلنا بيدي حاجتي وبيدي وحده كن بيدك تدق بيها وبيدك تلزم الحاجة بإيدي حاجتي وبإيد أطرق بابك المحروم مولاتي عليك بدمعة الشباب ولمتهم بإيدي حاجتي وبإيد أطرق بابك المحروق وصيح بصوت يم البيت يا حجة الله على المخلوق مولاتي انت حجة الله على الخلق يا حجة الله على المخلوق يم الحسن ضكني البيان يم الحسن ضكني البيان وبحبل الهضم مشبوه وعليك بزيانة بهديني ما تهدينها مولاتي ما تهدينها يا بنيتي ما تهدينها مولاتي إيدي حاجتي وإيد أطرق بابك المحروم وصيح بصوت يم البيت يا حجة الله على المخلوق يم الحسن ضكني البيت
وبحبل الهضم مشبوك وعليه بزين بهالدين بالحسين الوجيه. الإمام الصادق يقول من تدعي الله اللهم يسألك إن بفاطمة وأبيها، يقول هذا هو إنه لقسم عظيم. ترى هاي الآية تدل على هذا الدعاء بالحسين بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريتي وبني، لا سيما صاحب العزاء السلطان علي بن موسى الرضا. اللهم نسألك الرضا بحق الرضا. اللهم نسألك الرضا بحق الرضا يا الله، شافي وغافي كل مريض كل مريض كل مريض، لا سيما المريض المنظور بحق مريض كربلاء زين العابدين، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسببين، رحم الله من يقرأ الفاتحة.